من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين الناس الأمر بالستر، وأن يصطلح الناس بينهم، وأن يعفو بعضهم عن بعض قبل أن يرفع الأمر إلى القضاء. أما أمره بالستر فيدل عليه ما أخرجه الإمامان مالك في الموطأ وأحمد في المسند عندما زنى ماعز، قال له هزال قريبه: انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن. بعد أن أقيم الحد على ماعز قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هزال، لو سترته بطرف ردائك لكان خيرا لك. إذا كانت المسألة في حد من حدود الله، الستر فيها الأولى، من دون أن يخبر أحد ولا أن ترفع إلى القضاء. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا هزال، لو سترته بطرف ردائك لكان خيرا لك. وأما الأمر بالعفو والصفح وعدم رفع الأمر إلى القضاء فيدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد وغيره: إن أول رجل قطع في الإسلام رجل أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن هذا سرق. فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا، انزعج النبي صلى الله عليه وسلم، شحب لونه. فقال بعضهم: يا رسول الله، ما لك؟ قال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عز وجل يحب العفو، ولا ينبغي لولي الأمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم قرأ: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يخبر، هو الآن القاضي، إذا وصل إليه الحد لابد أن يطبقه، ما بيستطيع أن لا يطبقه. لكن أنتم تسامحوا فيما بينكم، فليعفو أحدكم عن أخيه قبل أن يرفع الأمر إلى القضاء. قال سيدنا عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن. مو منيح كل شغلة نروح على المحكمة. لو حكمت لك المحكمة أو حكمت لي سيكون ضغينة بيني وبينك. ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن.